بدأت أعمال الاجتماع الثالث للصحة والسكان ومكافحة المخدرات في إفريقيا، والذي يعقد في القاهرة خلال الفترة من 29 من يوليو الجاري وحتى 2 أغسطس المقبل، برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويهدف الاجتماع الثالث للصحة والسكان الذي يعقد بعنوان زيادة التمويل المحلي من أجل التغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي لجميع المواطنين الأفارقة بمن فيهم اللاجئون والعائدون والنازحون، إلى تسليط الضوء على التحديات والعقبات الحاسمة التي تحول دون الوصول إلى الخدمات الصحية، باعتبار الصحة الجيدة أمرا ضروريا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والحد من الفقر. احنا النهاردة مصر بتستضيف اللجنة الفنية المتخصصة الثالثة المعنية بالصحة والسكان ومكافحة المخدرات. مصر دعت 91 وزير افريقي من ربوع القارة للحضور في مصر، لي يعني ان هم يتكلموا على المواضيع اللي بتشغل الدول الافريقية جميعا، ومصر بتحاول تقدم نموذج للدول ان هم نساعدهم على ازاي يكافحوا الاوبئه والامراض اللي هم مش عارفين، بالذات بعد النجاح العظيم اللي احنا حققناه في حمله 100 مليون صحه ومبادره السيد الرئيس لعلاج مليون افريقي. نشارك في هذا الاجتماع التقني للجنه التقنيه الثالثه للصحه والسكان ومكافحه المخدرات، اللي بطبيعة الحال نساهم في صناعة مستقبل أفضل للقارة الإفريقية ولساكنتها، وبطبيعة الحال عبر المساهمة باقتراحات عملية في إنجاز استراتيجيات مشتركة علاجية ووقائية أساسا، وخصوصا فيما يتعلق بالسياسات ديال الأدوية كذلك. تشهد هذه الأيام فعاليات حول عدة مواضيع، من بين المواضيع موضوع حول الصحة، موضوع حول السكان، وموضوع حول مكافحة المخدرات. وإن شاء الله احنا رانا هنا جينا باش نتفاعلوا مع هذا الآخر، ونشكر الحكومة المصرية على الاستضافة لكل الوفود، وأهنئها مرة ثانية على رئاسة هذا الاتحاد الإفريقي.